مرة أخرى مشاهدين الكرام. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاقتصاد ما بين العراق والكويت، وأن الاقتصاد هو الهمزة التي توصلنا إلى آفاق أوسع وأرحب وإلى مستقبل زاهر نحن جميعا نطمح له كشعبين يعني شقيقين. ولكن يعني بعد سقوط نظام صدام حسين كانت الكويت هي من باب أولى تكون هي السباقة، وهي تشكل رقم واحد في دخولها أسواق العراقية، ولا يخفى عليكم أن السوق العراقي هو بحاجة لكل شيء، ولكن للأسف يعني كان الدخول الكويتي للأسواق العراقية أو اقتصاديا به نوع من الاستحياء، أو كان قليل ليس بالمستوى المطلوب. أنا أعتقد يعني أنا لست خبير اقتصادي، لكن استطيع ان اقول ان عدم دخول الاقتصاد الكويتي او التجاره الكويتيه الى العراق كما كان متوقعا يعود الى عده امور. يعني الجانب الامني هذه قضيه، ولا يخفى عليك ان راس المال جبان. يعني اعتقد في البدايه كان هناك اندفاع كويتي في الجانب اللوجستي، في جانب الخدمات، في جانب متعلق بخدمة قوات التحالف الدولي. أيضا من المعوقات أيضا أن هناك تنافس دولي على الدخول السوق العراقية. أيضا أعتقد أن هناك يعني أتمنى أن لا يكون صحيح، لكن هل السوق العراقي مفتوح بنفس يعني هل الفرص متاحة للتاجر الكويتي كما هي للشركات الأمريكية أو الشركات الغربية التي كانت جزء من القوات الدولية الموجودة؟ يعني هناك استحواذ غربي على التجارة أو الاقتصاد في العراق بعد سقوط الطاغية صدام، فأعتقد هذه كلها معوقات. لا، الآن تجاوزنا كل هذه الأمور، إن شاء الله الحالة الأمنية مستقرة، رأس المال الكويتي أو المشاريع الكويتية لن يعيقها الأمن، الجانب الأمني. قضية المنافسة أعتقد أن التجار الكويتيون وما يملكون من مشاريع قادرة على المنافسة هناك. أتمنى أن يعود التاجر الكويتي إلى العراق. طبعا نحن نملك الكثير من الميزات التي لا يملكها غيرنا، سواء بسبب القرب أو بسبب توفر الكثير من الأشياء في السوق الكويتية للإخوان العراقيين. فإن شاء الله أنا أعتقد أنها كانت للظروف، كما قلت بزوال هذه الظروف ستجد الشركات الكويتية أو التاجر الكويتي يجد الأسواق العراقية أمامه، يستطيع أن يعمل هناك. على المستوى الشعبي، ألا تعتقد أنه يجب أن يكون أكثر تفعيل التقارب، التواصل، العمل أكثر من الكويت والعراق على التقارب، سواء كان الثقافي، الاجتماعي، الفني؟ يعني خلينا نترك السياسة للسياسيين وهذه الجدالات والخلافات الموجودة، ولكن أقصد لماذا لا يتم تفعيل هذه الجوانب الثقافية التي تثري الشعبين أكثر؟ فعلا من المؤلم جدا أن تدخلين ليس فقط الكويت، لكن كل بيت خليجي، وتجدين أهل هذا البيت متعلقين بالمسلسلات التركية، ولا نجد ذلك أمام الفن العراقي. يعني فعلا شيء مؤلم أننا نجد أن ليس هناك تعاون بين الكويت والعراق إلا في افتح يا سمسم أو في توافه الأمور. يعني أعتقد أن الفن العراقي مقدر، وكنا نحب الثقافة العراقية بكافة أشكالها قبل الغزو الصدامي الكويت. أعتقد أن رجوع المد الثقافي أو حتى التعاون الثقافي بين الكويت والعراق ممكن، وهناك الكثير من الكويتيين الذين ينظرون إليه كأنه جزء من ثقافتنا بحكم الجوار كما قلت، وبأننا جزء من عالم عربي واحد وعالم إسلامي واحد. فأعتقد عودة التواصل بيننا وبينكم يعني هي مسألة وقت، وإذا كان هناك من ملام فهو وسائل الإعلام اللي أنتم جزء منها. يعني وكما قلت يعني ما الذي يمنع، طالما أن السوق أو المشاهد الكويتي أو المتلقي الكويتي قاعد يشوف تركي وحتى كوري الآن وصلت، ما الذي يمنعه أن يكون هناك تعاون أو تواصل ثقافي؟ يعني
ما تعتقد أنه أيضا دور منظمات المجتمع المدني، النقابات، الجمعيات الثقافية، جمعيات النفع العام، يعني أقصد ليس فقط الجانب الإعلامي؟ بدون شك أنا أعتقد أن إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات الثقافية لها دور. أعتقد أن منظمات المجتمع المدني عندها ديناميكية أكثر من المؤسسات الحكومية وقادرة على الإنجاز في هذا المجال. نعم بدون شك، وكما قلت أنا يعني أعتقد أن يمكن القيام بالكثير في هذا المجال، وكما قلت أعتقد أن المجتمعات المدنية قادرة أكثر من الجانب الحكومي. هذا يدفعنا نسأل، أنه طالما أنتم المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، دور مراقبة الخليج في الملف العراقي الكويتي؟ عقدنا الكثير من الندوات ودعونا الكثير من المسؤولين سواء أجانب أو كويتيين أو عرب لمناقشة الكثير من القضايا التي تمس الأمن في الخليج من المنظور العراقي، سواء خروج القوات الأمريكية من العراق، سواء المماحكات التي رافقت انتقال السلطة من جانب عراقي إلى آخر. الكثير من القضايا كانت محور اهتمامنا في مجموعة مراقبة الخليج، وكما قلت يعني مجموعة مراقبة الخليج هي discussion group أكثر منها قضية تنشر في الإعلام، تعطى لصانع القرار السياسي في أكثر من جهة حكومية في الكويت والخليج العربي كله. ونرجو أن نكون حققنا ما نصب إليه، أن ما يجري في العراق هو جزء مهم من أمن الكويت وأمن الخليج العربي، فهي في البال دائما أمانة يعني. ونتمنى أن نتلقى أي دعوة وسنشارك في أي نشاط يكون محوره أمن الخليج والعراق جزء منه، يعني احنا مستعدين وما عندنا مشكلة في هذا المجال. في هذا دكتور، هل أقمتم بعض البحوث عن العلاقات الكويتية العراقية، عن التواصل، عن كيفية مسح الصورة التي خلفها صدام حسين، سواء كان عند الطفل الكويتي أو الطفل العراقي؟ أعتقد هذا دوركم ودور المنظمة. نعم يعني أمانة أصدقك القول لم تتعدى المقالات، وليست لم تصل إلى مستوى دراسات الميدانية أو الأبحاث الأكاديمية أو هذه، هي من خلال مقالات ننظر إلى أمن الخليج أو أمن الكويت أن هناك جانب يجب ترميمه وهي العلاقات الكويتية العراقية. يجب ترميم هذا الجانب لأنها إحدى أحجار الزاوية الرئيسية في هذه المنظومة. لكن ما تم عمل أنه دراسة ميدانية، أنه بحوث على مستوى أكثر؟ كما قلت لم تتعدى المقالات الصحفية. هل هناك نية أنكم تعملون بهذا المجال؟ إن شاء الله. لديكم خطط على الأقل بالملف العراقي الكويتي؟ إن شاء الله. أعتقد أنه أمن الكويت من المنظور العراقي جزء مهم جدا، أمن الخليج من المنظور العراقي أيضا مهم جدا، فأعتقد أننا سنولي هذا الجانب اهتمام، خصوصا بعد الدورات الأخيرة، وكما ترين يعني إن شاء الله العراق مقبل على استقرار وازدهار. هل لديكم تواصل مع بعض الشخصيات العراقية التي تعمل في هذا المجال لمثل هذه البحوث؟ يعني قابلنا مثقفين في مؤتمرات، في مؤتمرات سواء في الكويت أو في الخليج العربي، ووجدنا يعني نوع من الحميمية بيننا وبينهم أمانة، يعني نحن أقرب من غيرنا لبعض ونلوم بعض في عدم التواصل، لكن كما قلت نحن كنا ضحايا عقد أو عقدين من الخلافات، نرجو أن نتجاوزها فنعود كما كنا ونفتح صفحة جديدة في العلاقات الكويتية العراقية، لأن الصفحة الجديدة ليست لي ولك، إنما هي للأجيال القادمة. صحيح. كيف تقرأ الآن المشهد العراقي السياسي ككويتي، كمواطن كويتي؟ طبعاً يهمك أعيد وأقول أن رأيي محكوم بسقف قراءاتي أو وسائل الإعلام. أتمنى أن تستقر الأوضاع، أتمنى أن تتجاوزوا الكثير من القضايا في الساحة العراقية المحاصصة. أعتقد أنه أمنياً الآن هناك الأمن مستتب أكثر مما كان. أرجو أن تتجاوز الكثير من المماحكات السياسية التي قد تقود إلى هشاشة في الصورة السياسية في العراق، أو هشاشة في الأمن أو الاقتصاد وكل هذه الأمور. يعني نتمنى لكم الخير أمانة، يعني أنتم جيران وإخوان يعني. هل تحب توجه من كلمة للشعب العراقي، للعراقيين، لأنه أنت دائما تظهر على الشاشات العراقية وتتحدث عن الملف العراقي الكويتي باستمرار، فهذا التواصل، هذا الامتداد؟
لا ينسى، يعني أتمنى من أخوتنا في العراق لا ينسوا أن انفعالنا بعض الأحيان عندما تأتي قضية السيادة، قضية الحدود، قضية بعض الملفات، هو نابع من ألم مررنا به. لا يستطيعون إنكار أننا كنا ضحية الطاغية صدام أو أنظمة البعث السابقة جميعها، ونحن أيضا. زين، أنتم كنتم ضحية لا بأس، لكن أنا أريدهم أن يتفهموا هذه النقطة. عندما نكون متشددين، عندما نكون قلقين، هو يعني هو نتيجة أمور مررنا بها كانت مرة ومؤلمة، فأرجو أن تتفهموا هذه القضايا. يعني لما يتحدث أي مسؤول عراقي عن قضية السيادة أو يريد فتح القرار 833 أو الحدود أو 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 أو، طبعا هذه كلها أمور تثير، لأننا نعتقد أننا تجاوزناها بقرارات أممية وانتهى الموضوع. فنرجو يعني أن نتجاوز هذه الأمور، ولكم كل المحبة، وأنا سعيد جدا يعني أكون ضيف على قناة الفيحاء. بالمقابل أيضا هناك أصوات عراقية تقول نتمنى من الكويتيين أن يعني يشعروا بثقة تجاه الجانب العراقي، لأنه الآن العراق يختلف عن عراق صدام حسين، ويكفينا شبعنا مرارا على أيدي ذلك النظام، على أيدي صدام حسين، وبالتالي أعتقد على الشعبين أن يبدأوا بمسيرة جديدة مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق. بدون شك، أنا أتمنى يعني التكسب السياسي اللي جرى في قضية ميناء مبارك، كنت أتمنى أن يكون هناك صوت مضاد لهذه الأصوات. يعني كنت أتمنى جهد شعبي أن يقول هذه الأمور ستحل، قضايا الاعتصامات وجمع التواقيع في بعدها الشعبي، كنت أتمنى أن يكون هناك بعد شعبي آخر يعني يقول أن ما تقومون به لا يخدم هذه القضايا بقدر ما يعكر صفو العلاقات بيننا وبينكم. على الجانب العراقي، على الجانب العراقي طبعا. الجانب الكويتي نحن نتكفل إن شاء الله بإبداع حسن النية، وكما قلت إن شاء الله هذه حتى لا تصل إلى كلمة أو نصفها بكلمة أزمة، هي نقطة نتوقف عندها ونتحاور حيال قضية وسنتجاوزها إن شاء الله. يعني أنا أعتقد دكتور يمكن تشاركني الرأي حضرتك أنه يعني مثل هذه الأمور يجب أن نلجأ بها إلى الخبراء، إلى المتخصصين في هذه الجوانب، ونستمع إلى صوت العقل، ونبتعد عن هذا التصعيد. ربما حملة التواقيع أو ما شاهدته يمكن من كل من يتحدث أو حتى في الشارع العراقي، لأنه هو بالنهاية يتخيل أنه هذه قضيته، هذه وطنه أيضا، مثل ما أنتم تنظرون على أنه ميناء مبارك الكبير هي قضية سيادية وعلى أرض كويتية، هذا صحيح طبعا لا يختلف عليه اثنان. بالمقابل أيضا المواطن العراقي ينظر أنه هذه قضية انتقاص من حق الطبيعي، أنه هذا الميناء سيضيق عليه حسب ما وصل من معلومة، يعني أنه يضيق عليه الطريق أو عدم دخول البواخر الكبيرة للعراق ونقل البضائع، وهو بحلول. بدون شك أنا أقدر موقف الإنسان العراقي البسيط الذي يستمع إلى مثل هذه الأخبار، إنما يقول له أن سيقام ميناء سيغلق الممرات إلى موانئ العراق، هذا قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق. بدون شك عندما يقال له أن الكويت مستمرة في هذا النهج لخنق العراق، أنا لا ألومه، لكن أن تصور بهذه الصورة وهذا الأمر غير حقيقي. يعني أنا دخلت في الكثير من الحوارات، وصلنا إلى قضية خط الثالوك وأين خط الحدود المائية وأين خط، هذه الأمور تترك للفنيين، هذه الأمور تترك لمن يفهم في هذه الأمور، بدل أن نعطيها ننزلها إلى الشارع إلى المواطن العادي الذي قد لا يفقه في هذه الأمور، ويتم شحنه لأغراض سياسية لأغراض انتخابية أكثر مما يتم شحنه للدفاع عن وطنه، لأنه وقع عليه ضيم أو قتل قطع جزء من أرضه الذي هو عزيز عليه، كما أن الكويت عزيز عليه، كل شبر منها عزيز علينا. فبدون شك أنا تسييس هذه القضية وخطفها من أيدي الفنيين وإعطائها للسياسيين حتى يتاجرون بها، هذا هو المقتل في العلاقات الكويتية العراقية. وبالنهاية عموما هو موضوع مبارك الكبير، أعتقد اللجنة أو الوفد الذي جاء إلى الكويت والتقى بوكيل وزارة الخارجية والتقى بمجموعة من الشخصيات السياسية الكويتية وتوصلوا أعتقد إلى حل أو على قناعة، وهناك كانت بعض الاستفسارات
وانتهى أعتقد الموضوع حسب ما قرأت وما تابعت أنا بالنسبة لي. نعم أنا هذا ما فهمت أنهم تجاوزوا هذه الأمور. هناك بعض الملاحظات سيتم الرد عليها. لم يكن موقف إخواننا العراقيين عندما جاءوا لم يشير إلى أنهم لم يعجبهم ما وجدوا، لم يشير إلى أن التجاوزات حقيقية أو شيء من هذا القبيل، بالعكس كان علاقات ودية، وإن شاء الله تجاوزنا الخلافات اللي لم تتصف بالكثير من الحكمة أمانة في الشارع هنا أو هناك. نعم. عموما مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور ظافر محمد العجمي، هو المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. شكرا جزيلا لك. أشكركم على حسن المتابعة، على أمل نلتقي في حلقة أخرى. تقبلوا تحياتي. إيمان حسين.